السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح حلو الهمة. دلوقتي هنشوف بعض الحاجات في ان انا اعمل اريا بلان. اريا بلان ببدأ احط المساحات وانظم الشغل بتاعي من خلاله. فباجي هنا اقول له انا عايز اعمل اريا بلان واختار الدور اللي انا عايز اعمل اريا. ممكن تختارهم كلهم ما فيش اي مشكلة خالص. وليكن مثلا ليفل 1 واقول له اوكي. بيقول عايز تعمل حدود للشكل الخارجي الحوائط الخارجية. فبقول له ماشي مفيش مشكلة. تمام هبدأ انظم بقى ان انا عندي مثلا الغرفة دي الغرفة دي الغرفة دي على سبيل المثال. فهاجي هنا اريا باوندري عندي ممكن ارسمه بالأداة ديت او ان انا ارسم خطوط بتاعتي. فهقول له انا عايز ارسم الاريا بتاعتي اللي هي الحدود كده دي مثلا الغرفة ديت. تمام وممكن تعمل الغرفة دي كمان. تمام وممكن تستخدم اوامر موديفاي بالشكل دوت. تمام وبعد كده ممكن تقول له انا عايز ارسم خط كمان هنا. طيب هبدا احط بقى الاريا بتاعتي من اركتشر. هقول له انا عايز احط الاريا اهيت. بيقول لي انت عايز لازم تحمل التاج فاميلي وماله نحمله اريا تاج. طيب تعالى نعلم على الاريا ونشوف المعلومات بتاعتها. انت لو علمت على ديت انت كده بتعلم على التاج. انا مش عايز التاج انا عايز الاريا نفسها. الاريا نفسها هاجي هنا الاقي ان ده الاسم وده النمبر. فتقدر تغير الاسم مثلا ل انترنس مثلا. وبعد كده بيقول لك الاريا تايب نوع الاريا تايب دي ايه. هل هي عندك اوفيس اريا اكستيريور اريا فلور اريا ستور اريا. تقدر تسمي الحاجه اللي انت عايزها بحيث ان انت تبقى عندك كذا نوع وتقدر تلون الغرف دي زي ما انت عايز. تمام وليكن مثلا هختار ان دي اوفيس اريا ودي هختارها مثلا انها ميجور اريا. تمام طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في حاجات كتير جدا زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. ده ممكن نروح هنا للانوتيتس وهقول له انا عايز color fill legend. ده هيبدا يلون المساحه ديت. هو بيقول لي الاريا. تمام طيب اوكي اداها. هو دلوقتي لسه بيحسب. ممكن اقول له edit. هو بيبدا يحسب الانواع اللي موجوده. هو يبدا كل واحد فيهم يدي لون. تقدر تغير اللون هنا زي ما انت عايز وتقدر تقول له لونهم حسب الاريا حسب الاريا طيب حسب النيم اهو بالشكل دوت. زي ما انت شايف الالوان دي هي الالوان اللي معمولها الليجند دوت. بحيث ان انت ممكن يكون عندك حاجتين زي بعض او عندك مجموعه من الاوض فتعرف مثلا الحاجات اللي هتتاجر والحاجات اللي هتشتغل اوفيس والحاجات اللي هتشتغل شقق جاهزه مفروشه. تمام فتقدر تنظم الشغل. ولو جيت هنا من اركتشر وقلت له روم اريا هتلاقي اريا اند فوليوم. تقدر تقول له من اريا انا عايز مثلا ازود نوع جديد جروس بيلدينج اللي هي هيحسب لي المساحه بتاعت الاريا كلها. ممكن تقول له انا عايز نوع اخر وتدي له الاسم اللي انت عايزه وتدي له الوصف اللي انت عايزه. تقدر تكتب اي حاجه من الحاجات اللي انت عايزها هنا.